موعد مباراة الكونغو وغينيا في ربع نهائي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 والقنوات الناقلة لها. اشتعلت محركات البحث المتواجدة حاليا ومواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن موعد مباراة الكونغو وغينيا القادمة في تصفيات دور الربع النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2023 ميلاديا، وذلك بعد خسارة المنتخب المصري وتأهل الكونغو الديمقراطية للدور 16. موعد مباراة الكونغو وغينيا. من المقرر أن موعد مباراة الكونغو وغينيا سوف يكون يوم الجمعة القادمة الموافق 2 فبراير 2024 ميلاديا في ملعب الحسن واتارا، وسوف يتم إطلاق صوت صفارة بدء المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مدينة القاهرة. وعن القنوات الناقلة لجميع أحداث المباراة هي قناة بي إن سبورت الرياضية. منتخب الكونغو الديمقراطية أمام غينيا. الجدير بالذكر أن منتخب غينيا حقق انتصارا على غينيا الاستوائية بهدف نظيف دون الرد، وتم تسديده بواسطة اللاعب محمد بايو قبل انتهاء المباراة بعدة ثواني، وعلى الجانب الآخر حجزة منتخب الكونغو الديمقراطية موعدا مع غينيا بعد فوزه على منتخب مصر في ركلات الترجيح بنتيجة 8 أسباع، وهذا بعد انتهاء عمر المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، كما لم يسبق لمنتخب غينيا الفوز والتأهل في أي مباراة خلال دور الخروج المغلوب منذ عام 1976 ميلاديا، وتم تسديد الكرة في الوقت القاتل من المباراة، وتعتبر هذه المباراة هي المباراة الأولى التي تجمع بين غينيا والكونغو الديمقراطية نظرا لعدم تقابلهم قبل ذلك في أي مباراة من بطولات كأس الأمم الأفريقية في أي نسخة سابقة.